اليوم محاضرتنا السايكولوجيكال بيسز اوف بيهيفير، يعني بالضبط اليوم احنا راح ندرس شلون يصير النورمال بيهيفير، يعني الانسان الطبيعي شلون يتصرف. طبعا اكو نظريات هواي من الموضوع، يعني قسم منها تقول بانه الشخص الطفل من يولد يكون بلانت، يعني كل شيء ماكو، وبعدين يبدي يتعلم من الحياة، فهاي الليرنينج ثيوري، يبدي يتعلم من الحياة ويبدي يصير عنده يعني الشخصية مالته تتكون إلى آخره. اليوم راح نشوف النظريات اللي عندنا. أكو عندي السايكو أناليتيك ثيوري، هاي النظرية التحليلية، هاي اللي أطلقها هو فرويد. فرويد كونسبت يقول بأنه البيهيفير is determined by forces derived from unconscious mental process، يعني التصرفات الإنسان تيجي من يعني من قوة هي باللاوعي مالته. طبعا من هاي النظرية طلعوا العلاج اللي هو السايكو أناليسيس ثيرابي، اللي هو العلاج التحليلي، اللي يطول. طبعا هذا هو علاج كلامي يطول لسنتين ثلاثة، يمكن شايفيها أنتم كلكم بالأفلام، يطلع المريض على شيز لونج ويبدي يحكي يحكي يحكي، ومن خلال كلامه يقدر الدكتور يعرف انه شو المعاناة اللي عنده، يعني اكو معاناة بالطفولة، اكو كونفليكس، فكل هاي موجودة بالانكونشيس مالته، ما يدري بيها هو، بس هي موجودة بالانكونشيس، هي اللي اثرت عليه وخلته يصير بالمرض النفسي المعين. فمن يلقفها الطبيب ويعرفها، طبعا اكو طرق حتى يعرفها، اما بالسليب اوف تانج، يعني المريض هو دي يحكي بس بزلات اللسان تطلع شغلات هي تدل انه هي هاي الاشياء موجوده بالانكونشس ود تتحكم بيه وتخليه يصير مريض، او انه مثلا بالاحلام بالدريمز مالته، يعني من يحكي الاحلام اللي يشوفها يمكن خلال الاحلام يقدر يعرف شنو عنده باللاوعي مالته. فالمهم النظرية هاي التحليلية اللي قلنا العلاج السايكو أناليسيس اعتمد عليها. So psycho analysis and related therapies اللي هي psycho dynamic psychotherapy، أنواع هي psycho analysis psycho dynamics كلها based على الكونسبت مال فرويد اللي هو psycho analytic theory. To explain his idea, Freud developed early in his career the topographic theory of the mind and later in his career the structure theory. يعني هو من حكى هاي النظرية المفروض يوضحها للعالم، فأنطى بيها طبعاً كل شوية يقاطعوني دول يسوون أدمة، يعني غيرت بالسيتنج بس يبدو أنه بعد أكو مشكلة، هحاول مرة الأخ أسوي في الطريقة بحيث يدخلون. فسنجي على topographic theory of mind. بهاي الثيوري يقول انه the mind contains three levels، كانه الدماغ او المايند صاير بشكل طبقات. بالضبط هي لو اكو رسم كان رسمت لكم اياها، يعني كانه مثلث وطبقات، اللي هي جوا عندنا الانكونشس، وراها تجي البري كونشس، بعدين كونشس. يعني كونشس هذا اللي احنا يعني هسه انا دحكي لكم اني كونشس، اكو شغلات عندي بالبري كونشس موجوده يعني سهل انه انا استرجعها، لكن اكو شغلات عندي بالانكونشس ما اقدر انا استرجعها الا بمساعده الطبيب يقدر يعرفها لما يسوي لي سايكوناليس ثيرابي. سو ذا انكونشس مايند كونتينز، شنو بي هذا الانكونشس؟ تقولون شنو انكونشس؟ ذا انكونشس مايند كونتينز ريبرست ثوتس اند فيلينجز ذات ار نوت افيلبل تو ذا كونشس مايند اند يوزز برايمري بروسس ثينكينج. يعني شلون؟ يعني مثلا انت هسه انتوا تعرفون بانه مثلا الطفل يجي جوعان باي وقت يقدر ياكل، مثلا عطشان باي وقت يقدر يسوي شيء لانه هو طفل، بس من يكبر يصير ناضج يعرف انه هاي الاشياء مو بكل وقت تصير، يعني شغلات مثلا يريد يسويها بس ما يسويها، يقول عيب او ما يصير او كذا، ممكن بعض الشغلات مثلا افكار معينه هي ما مقبول اجتماعيا وهاي، فشي يسويها يعني هي تجي يريد يسوي هذا الشيء يسويها ريبرست، انه خلص يمنعها ريبرست، يصير ريبرشن هاي التوز. فمن تروح تقعد بالانكونشس، يعني هو كان عاجبه يسوي كذا بس هو ما سوى هذا الشيء فصار بالانكونشس انه حرمان عنده من شيء معين. فطبعا من نقول انه uses primary process thinking، يعني اذا هو يسويها اذا الانكونشس او هو راد يسوي هذا الشيء ما سوى له ريبرست، يعني مثلا هو دا يمشي بالشارع عجبه يرقص مثلا وهذا شيء كلش عيب وهاي، فهذه primary process انه ماكو شيء عيب فيها، يعني مثل الطفل انه الطفل هو primary، يعني من يجي للدنيا الثينكينج مالته برايمري، يعني يقدر ياكل شو كم يعجبه يسوي اي شيء، يبكي يعني يسوي حركات انه
هي ما يعني انه هو طفل فهو primary process of thinking عنده. فمفهوم هذا الكلام لو تريدون اعيد اذا احد عنده سؤال، شو انتم ما تتفاعلون يعني الدورات اللي قبلكم كانوا هواي يسالوني مفهوم. اوكي ها صف خامس نمتوا؟ اوكي دكتوره اوكي تمام. فاذا هذا الانكونشس مايند اللي قلنا به هو الريبريست ثوت والفيرينس. هنا بدنا نعرف لك البرايمري بروسس شنو هي. هي a type of thinking associated with primitive drives باعوا يعني رغبات بدائية wish fulfillment. يعني هو عاجبه شيء يريد عنده فد متعة معينة يريد يلبيها and pleasure seeking and has no logic or concept of time focuses on immediate gratification. يعني مثلا انت هسه قاعد بصف واستاذ يشرح وما ادري شنو تجي عجبك مثلا تطلع اكلك وتاكل، انت مثلا تقدر تقول لا عيب ما يصير يعني انه شلون اني اكل فما تاكل تاجل هاي، او تقدر تقول يعني هذا الشيء ممنوع يعني قانونا ممنوع. فهاي كل واحده بكل طريقه بالتفكير هاي way of thinking يعني. اي فانت من قلت ممنوع او قلت عيب او اجلت هذا الشيء معناه انت ما سويت الوش فالفلمنت ولا البريجر، يعني ما صار البريجر الريتين انت عجبك كان تتونس تاكل بس انت ما اكلت فما ربيت رغباتك يعني عرفت انه هذا الشيء عيب. فانت مو برايمري بروسيس اوف ثينكينج، هاي التفكير ناضج لما الانسان ياجل رغباته، لكن لما يسوي اللي يريده راسا بدون ما يفكر انه هذا عيب او قانونا ما يصير او كذا، هذا البرايمري بروسيس اوف ثينكينج اللي هو بريميتيف ديفايس يعني درايفز يعني بعد بدائي يعني كانه واحد هسه جاي للدنيا كانه طفل. طبعا البرايمري بروسيس ثينكينج سين ان يونج تشيلدرن، نشوفها هاي الطريقه قلت لكم باليونج تشيلدرن بس ايضا نشوفها وين بالسايكوتيك ادلتس. يعني هو ادلت بس هو ما عنده سايكوسيس، فلهذا المريض النفسي اللي يكون سايكوتيك المريض الذهاني ممكن يسوي اي شيء يعني ما مقبول اجتماعيا بس هو ممكن يسوي اي شيء، ممكن ينزع ملابسه بالشارع، ممكن يسوي اي شغله لانه هو مريض نفسي فعنده هاي البرايمري بروسيس اوف ثينكينج. وإت مانيفست إتسيلف دورينج دريمينج، يعني أنت من تحلم ما عندك شيء عيب وما عيب، وهاي ممكن تحلم أي حلم يعني ممكن هو حلم ما مقبول بالحقيقة بس ممكن تحلم بيه. ليش؟ لأن أنت أصلاً هذا الشيء كان عاجبك تسوي بس سويت له ريبريشن يعني قلت عيب ما سوي، فمن قلت عيب ما سوي وين قاعد؟ قاعد عندك بالأنكونشيوس مايند تشوفه بالأحلام، فمن يصير عندك مشاكل نفسية وعقد وتروح تسوي سايكو أناليسيس الدكتور خلال الحكي وخلال الأحلام يعرف شنو هاي الربرس ماماريز اللي عندك إياها اللي أنت خالها بالأنكوجيوس واللي هي عقد نفسية بدها تأثر على حياتك، ممكن يسوي لها يطلعها للظاهر ويحللها ويساعدك بأنه تتخطاها. Dreams represent gratification of unconscious instinctive impulses and wish fulfillment. مثل ما قلت لكم بالأحلام إحنا يصير عندنا هاي الأشياء اللي إحنا ما حققناها بالحقيقة. فلهذا فرويد يقول بأنه الدريمز هي اللي رويال رود تو ذا انكونشس، يعني الطريق الملكي. يعني انت قدامك مريض ما تعرف شكو بالانكونشس مالته وانت طبيبه لازم تعرف، فطريقك الملكي المعبد المميز هو انك من خلال الاحلام تقدر تعرف ايش يصير بالانكونشس مالته. هسه احنا حكينا على الانكونشس ليفل قلنا هاي الفرويد لان هو حتى يثبت نظريته سايكوناليتيك ثيوري سوى عندنا الستراكشرال موديل اللي قال اكو عندنا unconscious, preconscious, well-conscious. The preconscious mind contains memories. نعم. دكتورة هنسل unconscious يعني إذا أريد يسوي فد شيء ويمنعه يعني هذا unconscious مو هي شيء. هو يعني هو من يريد فد شيء إنه عاجب يسوي شيء وما يقدر يسوي يستحي أو عيب ومنعه، هذا الشيء راح يروح بالunconscious يعني يروح يقعد بالunconscious فد مكان هو ما يحس به. يعني هو اوكي يعني انت عجبك مثلا تسوي فد شغله وما سويتها ونسيتها وراحت، بس هي تقعد بجسمك بالانكونشس احنا نسميه لاوعي، تكون موجوده باللاوعي مخزونه باللاوعي. زين فمن يصير عندك مشكله نفسيه عقده كذا بالسايكو اناليسيس احنا لازم نعرف شكو اشياء مخزونه باللاوعي، شكو اشياء انت ريت تسويها وما قدرت تسويها وسويت لها ريبريشن وقعدت باللاوعي، احنا لازم نطلعها. فشلون يطلعها الطبيب؟ يخلي المريض يحكي، فممكن من خلال الأحلام يعني مثلا مريض يحكي الحلم مالته يعرف إنه هذا كان عنده هاي الشغلة راد يسويها ما سواها ومخزونة باللاوعي، أو من خلال slip of tongue بزلات اللسان وهو دي يحكي يقدر الطبيب يعرف شكو مخزون باللاوعي. الليفل الأخ هو pre-conscious mind، هذا pre-conscious mind شوي أقرب إنه يعني أساني قاعدة أحكي ياكم أنا ما أعرف شكو بالunconscious مالتي أبدا ما أعرف نهائيا، لازمني طبيب يقعد يحكي وياي حتى يعرف شكو بالunconscious. بس البريكونشيوس لا اقدر يعني اقدر اني هسه اطلع عليه، هو بي ميموريز
that while not immediately available can be accessed easily. يعني بذكريات، يعني مثلا انت قاعد يم مريضك وتقول للمريضك انه انت متعرض لحادثه مثلا، مدعوم بسياره احد مثلا، يقول لك اي انا كذا، يقعد يسترجعها. من استرجعها قدر يسترجعها، فهي البري كونشس. بينما الكونشس هو انه contains thought that the person is currently aware. كونشس هو هاي افكاري هسه، انا ايش دا احكي، ايش دا اسوي، وين دا اروح، يعني ما احتاج اقعد واتذكرها وكذا. فهي هاي الثلاث ستراكشرات الموجوده بالتوبوغرافيك ثيوري مال مايند. اوكي سو عندنا البري كونشس قلنا اللي بي ميموريز اللي immediately not immediately available بس ممكن accessed easily، يعني ممكن الشخص اذا يقعد يتذكرها يقدر يوصل لها. والكونشس مايند اللي هو بي thoughts اللي currently aware of. It operates in close conjunction with the preconscious mind but does not have access to the unconscious mind. يعني هذا الكونشس اللي أنا هسه دا أحكي به، هذا أقدر أنا هسه أربطه ويا البريكونشس مايند، بس نهائيا ما أقدر أربطه بالأنكونشس، ما أقدر أجيب ذكرياتي اللي موجودة بالأنكونشس وأحكي بيها، مو سهل علي. The conscious mind uses secondary process thinking. أنا هسه قلت الكونشس اللي هسه أنا دا أفكر وأحكي، فأني هسه بدي أحكي دا أستعمل السكندري بروسس ثينكينج، يعني أنا أعرف شنو الصح شنو العيب شنو الغلط. طبعا حسب العمر، يعني ممكن إنه أكو شغلات أرد أسويها أقول لا هاي لوجيكلي ما يصير، هاي عيب أو ممنوعة، فإذا هي لوجيكال ماتشور تايم أورينتد، أعرف شو وقت أسوي الشيء، يعني أنا عاجبني مثلا أسوي فد شغلة معينة إنه مو هالوقت هذا بفلان وقت أقدر أسويها، مو صحيح؟ and can delay gratification، فمو مشكلة يعني أنا يعني عاجبني أفرح هسه، بس يجوز هاي فرحتي هسه ممكن تسوي يعني إحراج أو مو مقبول اجتماعيا، ممكن أأخرها وأسويها بعدين بالوقت المناسب حسب الظرف. يعني أنت مثلا قاعد بمحاضرة تاكل والأستاذ يشرح وهذا الشيء عيب، ممكن أنه تنتظر محاضرة تخلص وتصير الفرصة وتروح تاكل، فأنت سويت delay، بس أنت هسه استعملت الماتشور بروسس مو البرايمري بروسس مال تشايلدش بيهيفير، أنه طفل صغير يجي ياكل شو ما يعجبه ويسوي شو ما يعجبه أو سايكوتيك بيرسون. أعتقد هسه صارت مفهومة الأمور، بس الحاسبة عندنا يمكن شكلت. أوكي قلنا أكو الثيوري الأخرى اللي استعملها فرويد هي الستركتشرال ثيوري أوف ذا مايند. هنا أنا شي يقول بهاي الثيوري، يقول المايند كونتينز ثري بارتس. شن هن أجزاء المايند؟ هن الإيد والإيجو والسوبر إيجو. زين خلينا نجي نشوف شنو دول الإيد والإيجو والسوبر إيجو. نفس الشيء طبعا، هي نفس الفكره، يعني هسه انت مثلا اجيت قاعد، اجى صديقك وضربك، زين ضربك صديقك، الايد شو يقول لك؟ الايد يقول لك يلا ضربه، خلاص هو ضربك تضربه. هي هاي يعني شغله انه كانه برايمري، يعني برايمري ثينكينج، انه انت جيت تضرب الناس مباشره. الايجو شو يقول لك؟ يقول لك لا عيب ما يصير ضربه، يعني خلاص يعني ماكو داعي. السوبر ايجو شو يقول لك؟ يقول لك اصلا هو يعني انت تحاسب قانونيا، انه انت اذا ضربته يدخل القانون بالموضوع. يعني اذا اعطيكم مثال بس حتى تفرقون شنو ايد ايجو سوبر ايجو. فمن نجي نقول الايد، الايد بالضبط يقابل يا ليفل بالتوبوغرافيك ليفلز، يقابل الانكونشس اللي هو البرايمري بروسيس مال ثينكينج اللي شوكت موجود بريزنت ات بيرث. يعني من يجي الطفل يكون ايد يستعمل اي شيء ايد، يعني كل شيء ايد يسوي يعني يضرب ياكل وين ما كان، يعني الباس يورين اندستول ايفريوير، يعني انه ما عنده فد شيء عيب وما يصير وكذا. ف contain instinctive sexual and aggressive drives controlled by primary process of thinking not influenced by external reality. ما يهم المجتمع والباقي، وانا طفل صغير فهو الإيد يقع بهذا الليفل. الإيجو لا، الإيجو بدأ يكبر، هذا الطفل مالتنا صار عمره 6 سنين بدأ يعرف إن هذا الشيء عيب، دخل المدرسة بس بعد ما يعرف إنه أكو شيء اسمه قانون وقانون كذا، بس يعرف إنه هذا الشيء عيب، أكو شغلات يسويها أكو شغلات ما يسويها. فنقدر نقول يقابل لنا unconscious والpreconscious unconscious levels بس begin to develop immediately after birth، يعني يبدي شوي شوي بعدين يتطور إلى أن يكبر. controls the expression of the id to adapt to requirements of the external world primarily by the use of defense mechanism. هنا شو راح يصير؟ هنا يصير انه يحاول يسيطر على الايد، يعني هاي الرغبات الطفوليه انه هذا الشخص ضربك، الايد يقول له اضربه، الايجو لا يقول له يعني خلاص ما نضربه، فيبدي
يعني حتى يقدر يمنع نفسه ويحافظ على نفسه، يصير عنده في الديفنس ميكانيزم. هسه نشرح الديفنس ميكانيزم، يعني ممكن يجي مثلا بالبيت يتعارك ويا اهله، يعني هاي في الديفنس ميكانيزم، بدل ما يضرب الطفل اللي ضربه يضرب واحد ما يتعارك ويا اهله يطلعه بيهم، لانه هو يعرف انه بالمدرسه ما يصير يضرب هذا الطفل. وهكذا هسه رح نمشي على الديفنس ميكانيزم. السوبر ايجو لا، هو انتو يعني بعد ما يكبر ويصير كبير يعرف انه هذا الشيء عيب، يعرف انه اكو قانون، يعرف انه كذا. ف begins to develop by about 6 years of age، من بعد الست سنين يبدي يعني يدخل المورال فاليوز، انه فيسوي له كنترول للاد بانه هذا الشيء ما يصير. فهاي المستوى الاعلى من التطور بالشخصيه. احنا حكينا قلنا اكو ديفنس ميكانيزم. شنو ديفنس ميكانيزم؟ يعني مثلا هسه انت شاعل سبلت، هذا السبلت حمت الجوزه، الجوزه من تحمى شو تسوي؟ تسوي حريق. فشي يصير؟ الجوزه مصمميها انها تنزل لجوة حتى شنو، حتى تقطع الكهرباء على مود بيصير حريق. هاي كأنه الديفنس ميكانيزم بالضبط، هي كأنه جوزة تنزل، بس من تنزل بطرق مختلفة، يعني انه الجسم عنده وسائل دفاعية يخلي الواحد يسويها حتى يحمي نفسه. يعني مثلا واحدة من وسائل الدفاعية، يجي واحد مثلا يقول لك انت عندك جلطة بالقلب وحالتك خطرة وراح تموت، هذا الخبر مزعج، يعني ممكن الواحد ينهار يسمع هيش خبر. الديفنس ميكانيزم شي يصير انه يصير منه، هي انواع طبعا الديفنس ميكانيزم، انه يصير عنده دينايل، يقول لا هذا يحكي غلط، غلطان الطبيب، كل شيء ما بيه، يعني اكيد الفحوصات غلط كذا. هذا الدينايل، هذا الدينايل هو ديفنس ميكانيزم حتى يحميه من الصدمه. وطبعا اكو كل شويه ديفنس ميكانيزم، هسه راح اعطيكم نبذه مختصره عليها. فهي الديفنس ميكانيزم هي انكونشس منتال تكنيكس يوز، يعني هو فالتكنيك يسوي الانكونشس مالتنا، مو انا اسوي، يعني انا من اسوي دينايل، مو انا دا اسوي دينايل، انكونشس مالتي يقول لي ماكو هيك شيء معود كذا. فهي بسط الانكونشس يستعمل يوز باي ذا ايجو تو كيب كونفليكتس او ذا كونشس مايند. احنا قلنا احنا ممكن عندنا اد ايجو سوبر ايجو، فهذا الايجو حاير صاير بالنص بين الاد وبين السوبر ايجو، بين الغرائز الطفوليه اللي تريد كل شيء تسوي وكذا، وبين انه هو يريد يحافظ عليها ويخلي الانسان انه محافظ على وقاره وكذا. فتطلع عندي يطلع لي الديفنس ميكانيزم حتى شنو، تو كيب كونفليكتس اوت اوف ذا كونشس مايند، حتى ما يخلي العقل الصاحي، يعني اني صاحي انه يصير عندي عقد نفسيه وكذا. وبهيج حاله حيقلل لي ديكريزنج الانزايتي، مينتينج ا بيرسون سنس اوف سيفتي، يبقى يشعر الشخص بالامان والراحه، ما يتعب نفسيا لمتغيرات الحياه، زين يحافظ على السيلف استيم مالته. So they can be useful in helping people deal with the difficult life situation. تعرفون الحياة صعبة وبيها مشاكل ومواقف هواية، فهاي defense mechanism تساعدنا إنه نحافظ على وضعنا. So they useful in helping people deal with difficult life situations such as medical illnesses. But when used to excess, can become a barrier to seeking care or adhering to treatment recommendation. يعني هي صحيح مفيده وتفيدنا بواي مواقف، بس دورات لما تكون عندنا كل شوي ديفنس ميكانيزم ممكن تعيقنا انه احنا نروح على الاطباء ونروح نتعالج، لانه يعني مثل ما قلت لكم هسه هذا صار عنده دينايل، ما بيه شيء، خلص بطل، حتى بطل يروح طبيب ولا ياخذ علاج، فهي مشكله. اي فاذا هي بيها فوائد. وطبعا هي ديفنس ميكانيزم انواع، اكو ديفنس ماتشور يعني انه ناضج يسوي في التصرف ناضج، اكو ديفنس ميكانيزم لا يعني مو ماتشور. فسم ديفنس ميكانيزم ار اماتشور، فيكونون يعني من يكون اماتشور تكون كانه تشايلدش لايك بيهافير، يعني ممكن واحد يصير عنده مشكله يسوي اكتنج اوت، يعني مثلا يقوم يسوي اشياء معيب وما مقبول اجتماعيا من وراء هاي المشكله، فهذا اماتشور. وممكن تكون ماتشور يسوي يعني مثلا يصير عنده ديفنس ميكانيزم، يصير عندنا التوريزم، يعني يسوي اعمال تطوعيه، ممكن يصير مرح، ممكن يقوم يساعد العالم والى اخره، اللي هسه راح نقول ديفنس ميكانيزم. ولازم طبعا تكون مستعملها بمودريتلي، يعني مو كلش اكسس، قلنا لانه ممكن تعيق هواي شغلات. اكو عندي واحد من ديفنس ميكانيزم هو الريبريشن. الريبريشن اللي حكينا عليه تذكرون بدايه، من قلنا احنا بالانكونشس عندنا شغلات احنا كنا رايدين نحققها حتى نفرح بيها، بس لانها ما مقبوله فسوينا لها بريشنج. فهي بوشينج ان اكسبتابل ايموشنز انتو ذا انكونشس، زين الاشياء المشاعر اللي ما مقبوله يوديها بالانكونشس. It is the basic defense mechanism on which all other are based. يعني هي الأساس وعليها بنت البقية. يعني مثلاً أنت عاجبك، خلينا نقول شو تسوي، يعني عاجبك أي شيء تسوي يونسك مثلاً، فالشغلة تيجي تسوي تونس،
بس انت المفروض ما تسويها لان تعرف هذا الشيء عيب، فحتكون يعني ضايج وما مرتاح، انت ما راح تسويها وزوجتك ما مرتاحه، كل احد ذبها يسوي لها ريبرشن يعني، خلاص عوف انسى الموضوع، تروح بالانكونشس تقعد. زين، وقلنا بعدين بالمستقبل ممكن يسوي لك عقد ومشاكل نفسيه، بس هو هذا بيسك ديفنس ميكانيزم يعني، انت من سويت لها ريبرشن ودخلتها الانكونشس هذا هم ديفنس ميكانيزم يعني، بدل ما اسوي مشاكل يعني، وان هذا الشيء عيب وانت تريد تسويه، هسوي لك مشاكل بين شخصيتك الوقار الاجتماعيه وبين انك تسوي في التصرف هو ما مقبول اجتماعيا، يمكن يكون تصرف طفولي. نجي على انواع الديفنس ميكانيزم، عندنا هذا الاكتنج اوت اللي avoiding personally unacceptable emotion by behaving in an attention seeking socially inappropriate manner. يعني وحده مثلا خلينا نقول فد واحد عمره 14 سنه بنيه صارت لها مشكله او شغلات معينه، فشو تقوم تسوي؟ تقوم تسوي تصرفات ما مقبوله اجتماعيه، تسوي sexual encounters with multiple partners after her partner's divorce، يعني شريكها عافها او طلقها، تقوم تسوي علاقات كلش هوايه، فهذا الاكتنج اوت هذا اماتور يعني ديفنس ميكانيزم. يعني الالتوريزم لا، هنا الالتوريزم يعني عندها مشكله مثلا نيجاتيف فيلينج، شو يسوي؟ يحاول انه يسوي عمل تطوعي، يعني مثلا يتطوع يسوي شغلات تفيد المجتمع حتى يداري المشكله اللي عنده. يعني مثلا واحد خلينا نقول ابنه مدمن كحول وما يقدر يداوي وضايج من هالموضوع، فشي يسوي ديفنس ميكانيزم انه يروح يتبرع المصحات يساعدهم كديفنس ميكانيزم، يعني هو مقهور من شغله معينه. الدينايل يعني هذا الشخص اللي يرفض بانه هو عنده مشكله. الديسبليسمنت يعني انت مثلا اجيت هنا تعارك وياك مديرك، انت تعرف انه ما يصير مديرك ما يصير تتعارك وياه وتجابه هاي، فش ترجع للبيت مثلا تتعارك ويا امك ويا ابوك تطلعها بغير شخص. الديسوسيشن يعني مثلا انه واحد بنية مثلا صارت لها مشكله او تعاركت او فشي، يعني شي يصير عندها فجاه تصير مثلا اما تفقد الوعي او تصير ما تحكي او ما تشوف او هاي، يعني كانه تنفصل عن الواقع حتى ترتاح. زين، فهنا عندك المثال although he was not injured a teenager has no memory of the car accident، يعني صارت له حادث سياره وهو ما صوب وما عنده هيج تروما، بس تيجي يشوف تقول ما يتذكر الحادث، فهذا ديفنس ميكانيزم يعني ما يتذكر حادث حتى تتعب نفسيته. الهيومر هنا المشاكل يحولها الى فكاهه، يعني تشوفه عنده مشكله بس يحولها الى ضحك. الايدنتيفيكيشن انتروجكشن هنا امان هو ترايز باي هيز تيتشرز از ا تشايلد بيكمز ا نيتيف، يعني هو بطفولته يعني كان عنده معلم يؤذي، فهو صار يعني اخذ شخصيته، يعني صار هو همات يعني يؤذي الناس. الانتلكتشواليزيشن يعني يحول المشكله الى يعني من قضايا علميه، يعني مثلا واحد صارت له حادثه مثلا سياره فشي، فقعد يشرح لك الميكانيكيه والبريك والهاي، يعني يحاول يدخلها بقضايا علميه. الايزوليشن اوف افكتس هنا يعني مثلا واحد عنده مشكله مثلا يقول له عندك سرطان، بدل ما ينقهر مثلا يضحك يقول لي عندي سرطان، شوفه يضحك قربان ضحك، يعني كانه ما تشوف مشاعر الحقيقيه، يعني تطلع مشاعر اخرى. عندنا البروجكشن اللي هو امان هو هاز انكونشس هوموسيكشوال امباسز بي كانت بيليف ذات ميل كوليجز، يعني هو يعني هو عنده مثلا رغبات او شذوذ، بس هو شيء يسوي ذبها براس غيره، يقول هم اللي دي يسوون اغراءات او كذا، هذا البروجكشن، هذا هم ديفنس ميكانيزم. راشلايزيشن هذا اللي يمكن انتم تسووه لي تبريرات، يعني مثلا درس يقول لك ليش ما قاري، تقول له مو الكذا الكهرباء انقطعت مو الدرس كذا، هذا هاي كلها ديفنس ميكانيزم. وعندنا الاكشن فورميشن والريجريشن سبليتنج سبليميشن سبريشن اندوينج، يعني الى اخره من ديفنس ميكانيزم. طبعا بالنسبه للسبليتنج يحاول الشخص انه يخلي الامور يعني يا ابيض يا اسود، ما عنده حل وسط، يعني فدائما له هذا خوش ادمي له هذا مخوش ادمي، هذا ديفنس ميكانيزم يستعملوه بالبرسونالتي ديس اوردر. البقيه اعتقد واضحه، يعني ممكن تطلعون عليها واذا عندكم سؤال تسالوني بالنسبه للديفنس ميكانيزم، يعني هي ولو مهمه يعني لازم تعرفوها، فخلينا نشوفها مرت الاخ بلكي خف بتفهموها. عندكم الرياكشن فورميشن مثلا woman who unconsciously is resentful of the responsibilities of childing overspread or expressive gifts and clothing for her children، يعني هي ما تقدر تسوي تقدم خدمات لطفلها مثل ما تريد، فتحاول انه تجيب هدايا شيء حتى تغطي على هذا الشيء، هذا الرياكشن فورميشن. الريجريشن
A woman insists that her husband stay overnight in the hospital with her before surgery. بالضبط، ما شايفين دورات الطفل مثلا؟ يعني الطفل صغير عمره 6 سنين، من يجي أخ صغير يرجع هو يصير يقول على نفسه وكذا، يصير عنده ريجريشن، يعني يرجع كأنه يصير أصغر، أو إنه هاي المرة مثلا بالمستشفى تشلب إلا رجلها تصير يجي وياها، يعني كأنه ترجع طفلة، هذا الريجريشن. السبليمنتيشن هذا اللي يعوض المشاكل اللي تصير عنده، انه يحاول انه يساعد العالم، يسوي شغلات تفيد الناس. السبريشن مثلا عندنا طالب طبيه taking a review course for the United States medical license examination mentally changes the subject when her mind wanders to the exam during a lecture. يحاول انه يوخر الـ 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 يعني الأشياء الصعبة يوخرها من دماغه، يعني يخليها على صفحة، يعني إنه حتى ما يفكر بها زايد. يعني بالضبط، deliberately pushing personally unacceptable emotion of the out of the conscious awareness. يعني هو مثلا عنده امتحان باكر ما يحاول يفكر به، خلاص أوكي، يعني يحكي بغير الشغلات. فهذا هماتين defense mechanism. وعندنا الـ undoing اللي هو a woman who stole money from a friend confessed to the theft, refused the money, and she then feels compelled to offer to drive the friend and to from work for a year. يعني هي مثلا أخذت سرقة فلوس من صديقها، فشو تسوي وراها؟ حتى كديفنس كانت بتحاول إنه تعوض، بقى السنة كاملة إنه تنطي فلوس للآخرين حتى تعوض. ف believing that one can ميجاكيلي فيرس باس ايفنتس، يعني وحدث بالماضي زين تصرف هي تعرفه انكورت بيهيفير، تحوله الى كورت بيهيفير، تحاول هسه انه تسوي اشياء يعني عكس ما كانت هي تسوي. اكو عندي فد رياكشن يصير بين الطبيب النفسي والمريض، او المريض النفسي والطبيب بالبدايه، اللي هو ترانسفيرس رياكشن. يعني مريض نفسي يروح عند الطبيب يعالجه، بعد فتره حصير فد نوع من المشاعر تجاه المريض تجاه الطبيب، يا تكون بوزيتيف يا تكون نيجاتيف. وأحيانا بالعكس، أحيانا الطبيب يصير عنده تجاه المريض يسموها counter transference. فالترانسفيرنس and counter transference هي unconscious mental attitude based on important past personal relationships. منين تجي هاي الأفكار والمشاعر؟ مبنية على أساس يعني خبرات سابقة. يعني مثلا خلينا نقول المريضة تشبهت هذا الطبيب مثلا بشخص هي تكرهه، فصارت انه تكرهها لانه دا يذكرها بذاك الشخص، او بالعكس الشخص تحبه صارت تحب الطبيب. وكذلك الطبيب ممكن انه هو يحكي للمريض، المريض يذكره بتجارب معينه فصار عنده مشاعر معينه تجاه المريض. These phenomena increase emotionality and may thus alter judgment and behavior in patients relationships. يعني طبعا من يصير هاي الحادثه حتاثر على علاقه المريض والطبيب، تاثر على سير العلاج. زين، عادة إذا صار counter transference بين الطبيب والمريض، يقولوا للطبيب يعني حاول تستشير غيرك، يعني تحول المريض على غير طبيب بعد، خلص ما يفيد هذا الطبيب. وإذا سوى المريض تجاه الطبيب، فحاول الطبيب ما يخلي هذا الشيء يستمر، أو حتى ممكن يحيله على غير دكتور. بالpositive transference the patient has confidence in the doctor. يشوفه كلش هنا positive، يصير كلش عنده ثقة بالطبيب، يعني يقوم حتى ممكن يحب الطبيب. if intense the patient may over idealize the doctor or develop sexual feelings towards the doctor. يعني حتى ممكن يصير يعني مشاعر اخرى، يعني sexual feelings تجاه الطبيب اذا صارت كل شوي positive transference. بينما عكس negative transference لا، the patient may become resentful or angry towards the doctor. ما حبه خلص، ما يقتنع بالدكتور. So if the patient desires and expectation are not realized this may lead to poor adherence. طبعا لما تصير هاي العملية، المريض بعد يعني هو ما حابب الطبيب، ما رح يحب العلاج، ما رح يسمع النصيحة مالت الطبيب. The counter transference feelings about a patient who reminds the doctor of close friends. مثل ما قلت لكم، الطبيب من يعالج المريض ممكن يشوف تصرفات المريض تذكره بأصدقاء معينين أو أحد معين ممكن عنده مشكلة وياه، وبالعكس فيصير the counter transference، بالعكس يصير مشاعر الطبيب تجاه المريض. طبعا ما راح يعني خلص لينا وحتوقف، اعتقد هي يعني المحاضره شوي معقده ومزعجه، بس يعني هي حلوه انه تفهموها وتعرفون ايش جاي يصير. واذا عندكم اي سؤال تقدرون تسالوني، واشوفكم الاثنين الجاي الساعه 9. ماكو احد عنده سؤال؟ دكتوره هاي اللي فيها اسمي كان لازم تقدرون تحفظها كلها، مو تحفظوها، تفهموها، يعني تفهموها، يعني انت تعرف شنو الديفنس ميكانيزم، يعني تفتهم انه ايش يصير بيها، وتفتهم انه مثال عليها. يعني ممكن انطيكم فد شيء اقول لكم هذا الشيء دول يا ديفنس ميكانيزم، يعني
اي شيء اجيب لكم مثلا يعني هنا نقراها ام سي كيوات، يعني مو السيئات يعني ما نحفظها، نقراها ام سي كيوات بس هيك شيء مو. اي يعني انا كل اسئلتي ام سي كيو، ما عندي شيء درخ، بس بالفاينل بالعملي اسال، وعاده اسال شغلات عمليه يعني ما اسال نظري كل شويه، فافتهموها يعني. انت تقدر هيك تقراها بالعربي مثلا، هسه ياهم منهم خلينا نقول الاندوينج اخر واحده، يعني مريه سرقت ماني، يعني بالضبط قصه اجيب لك اقول لك اذا واحده سرقت ماني من صديقها مثلا، وبعدين ريتيرنز ماني، رجعت الماني وبعدين قامت تجيب شي فيلز كومبيرد تو افورد تو درايف ذا فريند اند تو فروم وورك فور اي يير، يعني هاي شنو يا ديفنس ميكانيزم، تقول لي فلان شيء، يعني تفتهم الحكي وتفتهم شنو الديفنس ميكانيزم مالته اللي يصير. زين تمام. وإذا عندكم تفضل. قرأتوا أو شفتوا فشي مواضح هم من عيدة مرت الله موجود عندكم تسجيل محاضرة، بس ينزل يمي أنزل لكم إياه، وإذا أنا شن السريعة فشي مواضح كتبوا لي نعيده، يعني أنا العام الطلبة اللي قبلكم هاي المحاضرتين يمكن هاي والبعدها طلبوا إعادتها يعني من جديد، كانوا مو كلش مفتهمينها، ما عندنا مشكلة يعني. طبعا هي أصعب شيء موجود بالسايكات، بس بعدين حتبدي المحاضرات الجاية يبدي العملي كلش سهلة وبسيطة، ما يشوفون بها صعوبة، فهي بس البيسك البداية يجوز يعني جافة ما هلقد، وهم مع هذا إذا عندكم مشكلة بيها نشرحها بعدين. زين يلا دكتور العفو العملي يعني، ويمتحان الفاينل إن شاء الله. اي احنا يعني صحيح امتحاناتنا الكترونية، بس العملي حضوري، يعني عندكم امتحان انه اجي اني وواحد واحد شفهي اسألكم اسئلة شفهي من كل المادة وجابوها، فلهذا المادة يعني لا تعتمدون انها الكترونية، حاولوا تحفظوها من هسه حتى باخر السنة ما تتراكم عليكم. ان تمام شاء الله يعني دكتوره، يعني العملي هم بمحاضرات النظري نفسها. ده في المحاضرات النظري، يعني هسه من محاضره واحد الى محاضره 30، احنا عندنا تقريبا 30 محاضره السنه كلها، هاي كلها راح نمتحن بيها فصل اول ويمكن نص سنه او فصل ثاني، وبالفاينل نهايه السنه وحنمتحن بيها عملي نفسها، يعني نفس هذا الحكي، ما عندنا غير شيء جديد. ان شاء الله، جزاك الله خير. تمام يلا مع السلامه. الله معك.